بأسعار لا تتعدى 60 دينار لكراس 96 صفحة، و30 دينار ل 132 صفحة، و150 دينار لكراس 192 صفحة. تباع مختلف الكراريس والأدوات المدرسية بتخفيض فاق 30% بإحدى المكتبات بالعاصمة بمبادرة من الجمعية الوطنية لصغار التجار والحرفيين الجزائريين، وتستمر هذه المبادرة إلى غاية الدخول الاجتماعي تنظيمه، وهذا من أجل يعني رفع الأعباء الكبيرة التي يعاني منها الأولياء عند كل دخول مدرسي 30%، لأنه احنا في هذه المبادرة ما حسبناش يعني النسبة يعني تاع الأرباح الكبيرة، احنا حسبنا المهم أنه المبادرة تلقى استحسان من طرف المواطنين، والحمد لله. كاين قلم الرصاص 15 دينار حتى 30 دينار 40 دينار، نعطيك مثلا المبرات عندنا من 10 دنانير حتى 50 دينار، نعطيك المقلمة كذلك عندنا من 30 دينار إلى غاية 70 دينار. المواطنون من جهتهم أعربوا عن استحسانهم للمبادرة ويتطلعون إلى توسيعها لتشمل ولايات أخرى. جيت سمعت بهذه الجمعية هذه حلوة هذه وجيت وصبت لاباس راه يبارك ما شاء الله البريم ريغل. بون الأسعار أنا نشوفهم كنشوفوا في الغاشي هنا راه بيان، أسعارها في المتناول خير من العام اللي فات، وإن شاء الله تكون المبادرة تكون بارتو ماشي غير هنا في البلد. ويترقب أصحاب الدخل المحدود هكذا مبادرات من أجل تخفيف عبء غلاء الأدوات المدرسية التي باتت تثقل كاهلهم في كل مرة.